ناخد الكابتن شطة. كابتن شطة نجم الأهلي السابق ومسؤول الاتحاد الأفريقي. كابتن شطة أهلا بيك. أهلا وسهلا، الله يخليك، منور الدنيا. شكرين، اتفضل. وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة المولد النبوي الشريف. الله، وإن شاء الله النادي الأهلي بكرة ربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله. يا رب يا رب. حضرتك عارف يا كابتن شطة دلوقتي السوشيال ميديا كله والشارع الأهلاوي كله بيتكلم على إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي. طبعا ده موضوع الساعه دلوقتي في كل حته، حتى افريقيا كلها مسمع موضوع الساعه. والجماهير الاهلاويه عارفه ان حضرتك كنت مسؤول كبير كمان في الاتحاد الافريقي، واكيد طبعا اهلاوي من العيار الثقيل، فعايزين نعرف كواليس الخبر ولجنه الانضباط وقفته بناء عن ايه. والحقيقه الجواب اللي اتبعت اول حاجه عشان نبقى عارفين الموضوع ده، النادي بريميرا جوستو اشتكى للحكم بمجرد انتهت المباراه، عمل شكوى للاتحاد الافريقي انه في ضربه جزاء يعني غير صحيحه اداها لفريق الترجي، وهناك هدف ملغي بدون اي يعني اسباب مقنعه لاي حد يتفرج على اللعبه. تمام. فخدوا الحقيقه الكليبات دي وشافوها ووجدوا انه الحكم يعني واضح ان هو قراراته ما كانتش صحيحه، واللعبتين يعني صريحتين، كان المفروض ايه الحكم يعني ما يكونش فيه اي نوع من اللخبطه كده. وبعد كده نادي اجوستو قال انا عندي دلائل وعندي مستندات ان الحكم ده في شبهه فساد، ان هو متواطئ على 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 اجوستو. فهذا التواطؤ معناه في مشكله كبيره، لازم الحكم ده يتجاب ويتحقق معاه، وعاملين له جلسه استماع وتم استدعائه وايقافه الى حين انه يستدعوه لهذه الجلسه. لسه الجلسه ما اتعملتش ولسه. طب خلينا يا كابتن شطه اتوقف عند النقطه دي، اناقش حضرتك فيها. هل بيتم ايقاف الحكم قبل ما يسمعوه، او قبل ما يكون في ادله، او قبل ما يكون في مستندات؟ لا، يتم ايقاف الحكم، مكتوب كده، يتم ايقاف الحكم الى حين انه يثبت العكس، انه هو ما فيش اي شبهه تواطؤ. يعني هو عنده اثباتات ان الحكم ده مدان والحكم عليه اثبات العكس، فبالتالي عايز يعمل له جلسه استماع. يعني صح الكلام كده يا كابتن شطه؟ يعني هم الاتحاد الافريقي عشان نمشي بالتسلسل القانوني، يعني ما انا بمشي مع حضرتك نقطه نقطه. الاتحاد الافريقي او لجنه الانضباط عندها ما يدل ان الحكم ده مدان، وعلى الحكم اثبات العكس. ده اللي في الجواب، ده اللي في الجواب اللي اتبعت للاتحاد الزامبي، بيقول له الحكم ده عندنا دلائل، حتى كمان يعني بالانجليزي طبعا واضحه جدا انها ادعاءات، لانه في ما يشبه كوربشن يعني فساد. تمام. فدي النقطة المهمة جدا عشان ده النص اللي طلع من الاتحاد الافريقي، ولا ده اللي بعته أول أغسطس؟ لا، ده اللي بعته الاتحاد الافريقي للحكم في الاتحاد الزامبي. إن هو عنده ما يثبت إن هو الحكم ده فيه شبهة فساد. بالظبط. وعلى الحكم إثبات العكس. وعلى الحكم أن يحضر إلى جلسة اجتماع لإثبات العكس. عشان اذا كان في اي ادعاءات موجوده يحاول انه يفسرها او يبررها او يضحبها، او يعني يلغيها، يعني او يقول دي مش صحيحه. يعني لجنه الانضباط يا كابتن شطه عندها من الادله ما تدين هذا الحكم. بالتاكيد. والحكم عليه في لجنه الاستماع عليه اثبات العكس. الو، ايوه مع حضرتك يا كابتن. ايوه، الحكم هو الحكمين كمان، مهدي برضه، مهدي حكم. طب هل هناك ادله تثبت ان الحكم مهدي فيه شبهه رشوه؟ ما ده ما الترجي قال كده، الترجي قال لك ضربتين الجزاء غير صحيحتين، ونحن بنشك ان الحكم ده انه هو احتسب ضربتين الجزاء وهم غير صحيحتين، زي ما اجوستو طلب انه الحكم نفس اللي حصل للحكم المهدي وتم ايقافه برضه. تمام يا كابتن، بس حضرتك دلوقتي بتتكلم في نقطه جديدة بالنسبة لي، إن الفريق أول أغسطس قدم ما يثبت أن هناك رشوة. أيوة. والاتحاد الأفريقي تأكد أن هناك رشوة على الحكم إثبات العكس. لا 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 لا، عشان شفت قلت لك التسلسل القانوني عشان ما يبقاش في اتهام. ما أنا معاك واحدة واحدة. هناك ادعاءات، وهذه الادعاءات فيها أدلة، حاجات موجودة، الدلائل موجودة مقرونة بهذه الادعاءات. تمام. وهم يملكوها يعني كاتحاد افريقي، وعايزين يجيبوش يعرضوا عليه هذه الادعاءات. تمام. ما بالانجليزي اليجيشنز. اوكي. اليجيشنز يعني ادعاءات. تمام. فبالتالي دي نقطه مهمه جدا، عايزين يشوفوا الادعاءات دي، هل هو هيثبت عكسها، ولا هل الادعاءات دي صحيحه ولا لا؟ دي نقطه مهمه جدا. تمام. نكون واضحين. تمام. طب في حاله اثبات ان هذا الحكم مدان، ايه اللي بيحصل يا كابتن؟
بص الحاله دي لجنه المسابقات هتجتمع عشان تطبق اللائحه، اللائحه بتقول تقريبا على حسب ما انا قريتها انه تعاد المباراه. لا اللائحه ما بتقولش كده. لو حضرتك عايزني اذكرك بيها اقول لك، ممكن اذكرك بالبنود اللائحه، ان اللائحه في حاله اثبات ان الحكم تعرض لرشوه من الفريق اللي هو صعد او خد بطوله او ايا كان، البطوله بتروح للفريق المنافس على طول بدون اعاده المباراه. والله انا دورت عليها ما لقيتش الكلام ده، ما اعرفش انا هضطر اجيب. والله انا قريتها عموما كده بعناية. قريتها فين؟ في اللوائح بتاعه الاتحاد الافريقي. يعني في حاجه اسمها الكود اللي هو الديسيبلينري كود. ممكن اكون انا غلطان يا كابتن، ممكن اكون انا غلطان. لا انا بص يا ريت بكره تعمل معايا دخله ثاني، واحاول ابعت لكم اعمل مع حضرتك بكره ان شاء الله. انا هبعت لك الكود ده اللي هو الكود اوف اسكس والحاجات اللي فيها الحاجات دي كلها والعقوبات والكلام ده. انا سمعته امبارح برضه يتقال في بعض الحقيقه القنوات انه تسحب البطوله وتعطى للنادي الاهلي. النادي الاهلي برضه عنده شكوى كمان للحكم. طب اي ماتش اللي بتعاد يا كابتن شطه؟ الماتش اللي هيتعاد بتاع اللي وجدوا فيه شبهه فساد. طب وماتش الاهلي والترجي اللي بعد كده؟ ما انا بكلمك دلوقتي، ما خلينا برضه شكوى الترجي برضه في الحكم برضه بيقولوا عنده شبهه فساد برضه. خلي بالك على القصه، واضح انها يعني معقده شويه. طب خلينا يا كابتن عشان نفهم الساده المشاهدين، معلش استحملني شويه يعني اصبر عليا شويه بعد اذنك، انا عارف انت بالك طويله يا كابتن. دلوقتي الاتحاد الافريقي او لجنه الانضباط خدت قرار، هنقول مثلا الساعه 11 الصبح، بعديها بحوالي 9 ساعات افتكروا ان هم يوقفوا الحكم مهدي عبيد. انا عايز اعرف التسع ساعات دولت كانوا فين؟ بس حضرتك كنت في الاتحاد الافريقي وعارف ان انا طالما عامل اجتماع او عامل ايا كان شكله او المسمى اللي حضرتك بتسموه عشان اخد قرار، اكيد باخد قرار او قرارات في الجلسه نفسها، ما باخدش قرار في جلسه واجي بعد 9 ساعات في نفس اليوم اخد قرار بايقاف الحكم مهدي عبيد. انا بالنسبه لي دي علامه استفهام، عايز حضرتك توضحها لي. والله اللي انا اعرفه انه الحكم ده توقف، الحكم توقف بشكوى من الاتحاد التونسي ان الحكم مهدي ده اخطا وجاب هجمه وخدوا قرار بعدها على طول. تمام. الحكم هيتم ايقافه لكن لن يعلن الايقاف. لن يعلن؟ الكلام ده على طول ثاني يوم. فبالتالي الحكم لا انا ما كنت سامعك كابتن، انا ما سمعتش الجمله اللي فاتت، انا اسف الصوت كان بيروح. معلش انا بقول لحضرتك انه الايقاف بتاع مهدي تم ثاني يوم تقريبا بجلسه سريعه شاهدوا فيها الحاله بتاعت ضربتي الجزاء وتم ايقاف الحكم وقتها يعني بدون ان يعلن انه الحكم تم ايقافه. طب هو ده كلام يا كابتن شطه؟ ما انا بقول لك في دايما ايقافات بتبقى ايقافات داخليه الى حين التحقيق مع الحكم. طب تمام وبعدين هم اجتمعوا وخدوا قرارات الايقافات. ليه ما يطلعوش قرارات الايقافات في لم تعلن الا يوم 16 بجواب رسمي، جوابات اللي عندنا دي كلها اللي شفتها انت في الميديا دي يوم 16. ايوه يوم 16، بس في فرق 9 ساعات بين القرارين، هل ده طبيعي؟ لا ما خلاص بقى، انا مش حاضر، انا لما احط القرارين دول وفرق الساعات دي ممكن تكون في ادله جديده طلعت فبصوا عليها ثاني مره اخرى. فاللي انا عايز احكي هنا انه ليه العقوبه طلعت يوم 6 واعلنت يوم 16 بجواب رسمي وعرفناها احنا امبارح يوم 20. مثلا يعني انا بتكلم كل الاسئله دي احنا برضو سالناها نفسنا، ليه حصلت كل الديليز دي والحاجات المتاخره دي والجابسه اللي موجوده في القرارات؟ ليه لما في يوم 6 تم اخذ القرار زي ما الجواب طلع من الاتحاد الافريقي ويوم 16 تم ارسال الخطاب ويوم 20 احنا عرفنا الموضوع ده؟ يعني حتى ما عرفناهوش يوم 16 بالظبط يا كابتن. بالظبط يعني بالظبط انا كنت اسالك في السؤال ده برضو، بس حضرتك يعني حضرتك سبقتني في السؤال. انا بسال نفس السؤال ده، ليه الاتحاد الافريقي خلى كل الفترات اللي موجوده دي وخلى الامور تبقى يعني؟ انا طبعا من وجهه نظري انهم كانوا مش عايزين ياخدوا قرار قبل النهايه ما يتلعب يعني. طب والنهائي اتلعب وخلص يا كابتن، بقاله دلوقتي عندك بقى دخلت بقى ايه؟ لو تم اثبات ان هناك رشوه انت بتقول انه تسحب البطوله، وانا بقول ان لا انا بقول لك اكيد حضرتك ادرى مني، بس بقول لك انا قريت كده. انا هقراها تاني، انا بقول لك في الديسيبلين ريكورد ده
انا اخر مره قريته من سنه، فدلوقتي ممكن يكون في ديسيبلين ريكورد جديد انت قريته، وانا هخش على الويب سايت بتاع الكاف واطلعه ان شاء الله واطلع لك البند اللي هو اصل في حاله اعاده المباراه يا كابتن شطه. يعني كده مباراه الاهلي والترجي هتتلعب تاني لو الترجي كسب مش كده؟ ما انا بقول لك الامور معقده، بس هما لسه ما اثبتوش انه الحكم مرتشي. لو اثبتوا ان الحكم مرتشي دخلنا في مشكله كبيره جدا. ازاي لجنه المسابقات هتجتمع وتقرر؟ هي اللي هتجتمع وتقرر لجنه المسابقات. خلي بالك من الحته دي مهمه. طب انا هسالك سؤال مباشر يا كابتن شطه. يعني انا هسال الكابتن شطه اللي هو مش هقول اهلاوي، اللي هو الراجل اللي لعب كوره بعدد شعر راسه، والراجل اللي هو يعني اتمرمط في تراب النادي الاهلي، والراجل اللي هو بكلمه بضمير دلوقتي، ما هي قناعاتك الشخصيه بهذه القرارات؟ والله شوف، انا بعتقد انه حصلت حاله ارتباك في الاتحاد الافريقي نتيجه هذه الشكاوى واخطاء الحكام الفادحه اللي حصلت في مباراتين او ما داعي الترجي انه هناك في الحكم مهدي واغسطس في الحكم الزامبي، وتعقدت الامور واخذوا القرارات دي ومستنيين جلسه الاستماع. هل جلسه الاستماع للحكمين هتحدد اذا كانت هناك رشوه؟ اللي انا اعرفه في الحاله دي بيجيبوا لجنه المسابقات كامله في اكثر من 18 واحد بيقعدوا بيشوفوا المواضيع دي ويجيبوا الديسيبلين ريكورد ده ولا اللوائح كلها وتتحط قدامهم عشان يشوفوا هيحصل ايه، والامر هيبقى في منتهى الصعوبه. انا بقول لك انه الحكام دول لو اثبتوا تورطهم احنا في حيره حقيقه. الاتحاد الافريقي هيبقى والله قدام الادله والبراهين يا كابتن شطه. اهلا وسهلا. ما انا بقول لك، الاتحاد الدولي مستني برضه الحقيقه التحقيق ده، عشان برضه عنده بطوله بعد اسبوع او 10 ايام. كفايه انه اوقف مهدي ما خدوش البطوله، اخذ الحكم بملاك الاثيوبي. لا هو ايقاف الحكم مهدي ده، يعني انا هكلمك بقى بصراحه، يا كابتن شطه بقى، ايقاف الحكم مهدي ده ايقاف ملوش اي داعي، غير ان هو يعني يقول ان الجماهير الاهلاويه تسكت، والجماهير الاهلاويه ما بتسكتش ولا الاهلي بيسكت. لا انت لو انت فعلا ادانت حكم كان الجدير ان انت تدينه في نفس ادانه الحكم او في نفس وقت ادانه الحكم سيكازوي. لكن انت بعد 9 ساعات لما لقيت الدنيا اتقلبت عليك جاي تطلع قرار ان انت بتدين حكم اساسا، وانا مش عايز اقول يعني قطع لسان اللي يتكلم على الاهلي ان هو قدم رشاوي، عمرها ما تحصل ولا الاهلي في حاجه زي كده، ولا الاهلي في ان هو ممكن يفكر في حاجه زي كده. لكن هناك ادله وبراهين قدمها فريق اول اغسطس قدام الاتحاد الافريقي اللي هو اتهم الحكم عشان يجي يدافع عن نفسه، لكن لم يتهم الحكم الجزائري عشان يجي يدافع عن نفسه. ده اللي وصلني. والله انا معاك، بس انا برضو لما قريت الجواب بتاع مهدي لقيت انه طلبوا عايزين يستمعوا للحكم مهدي، تعالى عايزين يسالوه انت ليه كذا، ليه رجعت في قرارك، ليه الفار لما بعت لك حاجات كده يعني. تمام، القرار بتاعته في الملعب. اهلا وسهلا. طبعا ما فيش اي مشكله خالص. انا بقول لك قرارات واضحه، ضربتي جزاء احنا لا نشك فيهم تماما، بدليل كان قانع تماما مع الاعاده انهم ضربتي جزاء، وبالتالي ده حاجه يعني الحكم مهدي لم يخطئ او لم تكن له اي شبهه فساد او اي حاجه، ولكن هتقول ايه، ضغوط شديده على الاتحاد الافريقي، فلازم يحاول انه تبالانس الامور يا كابتن شطه. انا بشكرك جدا جدا على هذه المداخله اللي وضحت فيها حاجات كتير جدا. كابتن شطه نجم الاهلي السابق ومسؤول الاتحاد الافريقي البارز سابقا، شكرا جدا ليك.